السلامة. مع السلامة. أنت ولدت سابرينا فليبي اللي هي كانت يعني تم إيقافها على خلفية مشاركتها في كليب في وورد الجانز. حبينا نسأل مدام من أكثر حوايج اللي تم الرأي العام في مواضيع مماثلة طريقة إيقافها، معناتها كانت تحكي لنا الحيثيات والتفاصيل كيفاش وقتاش كيفاش كانت عملية إيقافها. والله كانت عملية الإيقاف بالنسبة لي أنا غير قانونية، خاطر جاوني 4 متاع الصباح، جاوني 6 من الناس دقوا علي الباب، حليت الباب تفاجأت بيهم، ما كنتش نتصور باش نشوف الناس كيما هذوكا، وكل سألوني قالوا لي سألوني على أبوها، قلت لهم هي موجود، قام بوها حكى معاهم تفضلوا شنو هي المشكله، قالوا له صابرين ماذا بينا نحبوا قابلوا صابرين لك صابرين. دخلت للبيت لبنتي دقيت عليها الباب وكل شيء، فاقت كيف شافتهم قالوا لها حاجتنا بيك ونحب تمشي معانا باش نستنطقوك على مساله على حكايه الكليب هذا، فركسوا البيت حلوا لها ساكها هذا نحالها البورتابل، وحط وبعد هذا اعطاها هز ساكها حطوا قال لها شدوا في يدك وكل شيء وهزوها. وبعد كيف قلت لك بعد هي مشيت وانا جست وطلع الصباح مشيت خلطت عليها كلمتها في التليفون جاوبتني في التليفون قالت لي يا ماما راني في المنطقه تاع حمام نلف. مشيت خلطت عليها للمنطقه غادي ودخلت سألت عليها كيف ريتها غاديكا ريتها كلمتها قالت لي يا ماما راهو مازالوا يحكيوا معايا ومعها هذا الوليد اسمه هادي والكل يحكيوا معاهم. ومن بعد جاني بوليس وكل شيء قال لي مدام راهو باش تقعد معانا شويه باش تبقى هي شويه معانا نجم تروح. ما نجمتش انا نروح بسيفتي كأم، ما نجمتش نروح خليش كبدي ونروح. قعدت هكاكا حتى لين شفتهم كيف خرجوها دخلوها الكعبة هي والوليد اللي معاها. وبعد انا تبعتهم على اساس ماشيين البن عروس للمقرين للمنطقة متاع مقرين. كي دخلت المنطقة متاع مقرين قالوا لي راه هي موجودة مازال يبحثوا فيها. ومن بعد خرجت لبرا وعاودت دخلت سألت الضابط وكل قال لي راهو هزوها شو اسمها البوشوشة. مشيت خلطت البوشوشة ما خلونيش ندخل بالكل ما خلونيش. اليوم كوالدة صابرين خليبي شنو موقفك من اللي صار؟ نحب نعرفوا انت موقفك كوالدتها من اللي صار، معناتها سواء ادائها في الكليب هذا اللي صار او سواء موقفك زاده من الامن وكيفيه انه يتبع فيها على مشاركتها في الكليب هذا ولفات انه لليوم مازالت موقوفه. دونك نحب ناخذ بطريقه عامه موقفك من اللي قاعد يصير. والله موقفي من اللي قاعد يصير هي كاس طفله صغيره ومعناها واحد شو نقول لك معناها نجم نقول لك تهرت نجم تقول لك ما نعرفش شنو هو اللي معناها واحد. وكموقفي من 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 من, من, من الحاكم راهو ما نجم نقول حتى حب الطريقه اللي جاوا بها عاون الامن والوقت اللي جاوا فيه انا راه مش خارق القانون مي فما احترام. الجيش مضي 3 ولا 4 تاع الصباح الناس يعلم بهم ربي، تجي هكا واحد يعلم به ربي يراقب ويقوم من النوم ودقان باب وتدخل الطريقة معناها مش نقولوا عشوائية مش عشوائية، خاطر احترمونا ووضحوا لنا الأمور كذا وكذا، مي فما وقت يجيو فيه خاطر هي الطفلة اللي توا اللي متهومة ولو تهمة نقولوها باطلة ما عندهمش دي بروف عليها وتوا بحول الله توا تتوضح الصورة أكثر. هي الخطر هي لو كان جات عندها مشكلة كبيرة امبوسيبل كان باش تقعد في الدار، راهي من قبل بنهار ونهارين راهي مشات وهربت عرفت روحها ليه فوتيف عملت حاجة. الطريقة هذه أنا نلوم العوان الأمن ولو نحترمهم خاطر كي دخلوا
معناها احترمونا وضحونا الامور كذا وكذا. ما نحب نعرف ان نورمالمون فما اذن وكيل الجمهوريه، اذا تبدل القانون ممكن باهي. لو انا ما طلبتهمش في حاجه حاجه، قلت ما ميلهم اعوان امن وظاهرين، مش معناها انسان جاي متلبس ولا متنكر ولا عمل حاجه. الطريقه اللي دخلوا بها طريقه نجم نقولوا عاديه ومش عاديه في انواع. ما راني لا لا ما حتى شيء. ما راني ساعه غلطوا في الدار تاع الطابق الثاني، وعندي الوريد جاري والجارتي قال لي عم شوقي راه دخلوا دقوا علينا باهي بارير معناش، قال لي منهم اعوان طلعوا الفوق. انا حب نعرف يندرا هي طفله انثى مش اذكر، يندرا هذه افير ديتا خذات معناها خذات قضية الشرق الأوسط، ومنش نقول لك مش كيف مش كيف الأفير هذه نتاع بنتي. طلعوا للسطح في باريس زوج من الناس تقول أونديريك اللي تقول فما أنكريمينا هي لك صفيح نتاع نابل وعملوا له هكا، وناس أخرين ناس مجرمة ما عملوش معاهم هكا. الطريقة اللي جاوا بها بون ما عندناش، أما لكن هو يجي يقول لي هاو باش نزوها ونصدقوها ولاباس وتوا ترجع، معناها هذيك عبارة نقولوا حرب التصبير. أنا باش نمشي معاها ولا أمها قال لا لا ما يسالش وخليه يقعد ولاباس وتوا تروح بنتهم. ليه من المفروض الولي نتاعها يمشي ولا أمها، معناها سوا أمها سوا أبوها المفروض يمشي معاها. أنا ذوما الحاجات هذوما نعتبرهم غير قانونية. القضية هذي اللي عملوها نتاع حكاية الكليب، أنا بالنسبة لي أنا ولو ما ريتوش مي تنشرت النشر ما نقول لك بالسخرة على حدود التونسية باش توصل يمكن نيويورك وتوصل لواشنطن وين كبروها، وهي حكاية فارغة. هو اسكيل باري توا السيد هذايا اللي عمل المخرج ولا عمل راقي او دانيرمون تكلم وقال اللي معناها الطرف معناها سواء بنتي وسواء الوليد هذي راهو ما عندهم حتى دخل في الحكاية المشكر، راهو انا اللي عملت انا وكذا وكذا. نو ما عندناش فما تحقيق وفما قانون باش ياخذ مجرى. والمجتمع التونسي شعب ذكي ومهما شاف ومهما راه ما خويتش اللقطه هذيك والتصوير هذا بعين الاعتبار، عطاوها صدى كبير، عطاوها صدى كبير وحبوا. انا من اللي قالوا لي عليها الحكايه عرفت اللي ناس هذوما ناس ما خرج على القانون، خاطر نورمالمون ما تخرجش تصويرك من هذيك وتجبر الناس باش يخرجوها عباره باش تحب تلصق فيهم تهمه ولا تهمه زي هذه. ساعه سمعت تهمه باطله اللي تهموها بنتي والقانون تو باش ياخذ مجراه، ولكن لا لا لا, لا ما عندهمش الحق، ما عندهمش الحق مهما كان الطرف سواء المركز وسواء نيمبورت كي. وانا قالوا لي مركز الشرطه وفما شو قال لي السيد هذا الولي اللي صوروهم والحيط معروف والبصر هذا، ولهذا انا القانون وباش نطبقوا القانون مهما كان السيد عون امن ولا رئيس مركز ولا يكون حد اخر، مانيش تاهم 100%، مي كي باش نتاكد توا باش القانون ياخذ مجراه باش نقوم بقضيه وباش ندافع على حق بنتي باش ندافع على حقي انا، خاطر شوهونا السمعه نتاعنا. انا هذيا انا عمري ما ريتها، جامي في جامي في، معناها يوصلوا يعطيهم دي بلاك هكا ويحطوا لهم الاسامي وكذا كذا، عمر تشويه سمعه، هذه يعاقب عليها القانون راهو، بنتي صغيره. بنتي صغيرة ولو هي تجرأت وعملت ديجيس به القانون، نعرف القانون ولكن ياخذها ياخذها كي صغيرة ياخذها بنتي نظيفة ما عندها حتى مشاكل، ما لا تدخل في أمور السياسة، لا تعرف الكريتيك، ما تعرف حتى شيء. جاء عطاها دور نتاع باش تقوم به، با أنا نلومها 22 سنة عندها مخ عندها رزانة، ما نعرفش اللحظة هذيك الشيطان أحذر يعني ويخزيه غلطت. ولكن ديما نقول الغلطة لا في اتجاه اخر، معناها مش اتجاه عائله حد حبي صح، اما اتجاه القانون واتجاه انا ضد، انا ضد. انا ولو حتى بنتي وكبتي وكذا وكذا وهاني حاس عليها انا يعلم بيا كان ربي تو شنو بلا قال له يا سيد انت عون ولا ملازم شكون بلا انت عندك بوفار من المكان نتاعك عندك بوفار كبير، علاش ما تدورش للناس اللي هانوكم وسبوكم وسمعوكم الكلام ومثلوكم بالقروض ومثلوكم بحاجات اخرين، علاش ما تاخذوش موقف معاهم؟